السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا في القرآن الكريم بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ملاحظ أن ربنا بيقول قل يا عبادي لمين؟ للي أسرفوا على أنفسهم. ما قالش قل يا أيها المجرم ولا يا عاصي ولا يا مذنب ولا يا معرض ولا يا زاني ولا يا سارق ولا يا شارب الخمر. لا، قل يا عبادي. شوف خطاب الأمل، شوف خطاب الرحمة، شوف خطاب الجمال. ولذلك خد بالك بقى الفرق بيننا وبين السلف، إن إحنا الذنب بينسينا الذنب. يعني إيه؟ أنا بعمل الذنب وما بفكرش فيه، عشان كده بجيب ذنب غيره وغيره وغيره. أحد السلف بيقول: أنا ليا 40 سنة أذنبت ذنب بتوب منه وبسأل ربنا وبلح عليه في طلب المغفرة إن هو يتوب علي ويغفر لي من الذنب ده. يا الله، أيوة، أنت ما قريتش في القرآن: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك الله يرضى عن ميمون بن مهران رضوان الله عليه، يقول إن اللي يذنب سرا يتوب سرا، واللي يذنب علانية يتوب علانية. وبعدين يورينا الفرق والجمال، فإن الله يغفر ولا يعير، وإن الناس يعيرون ولا يغفرون. علشان كده مهما كانت ذنوبك تفاءل، ومهما كان جرمك مع الله سبحانه وتعالى فعد، ومهما كانت إساءتك وتقصيرك فلا تحزن ولا تمل ولا تقنط، وإنما عد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يفرح بعبده إذا عاد وتاب. والله سبحانه وتعالى وصف أحد الأنبياء في القرآن الكريم بأنه كثير التوبة وكثير العودة إليه، حتى أنه وصفه: نعم العبد إنه أواب. ولما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، إما إحنا نستغفر كم مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ذنب له، والذي حكم الله حكم يقين بأن ذنبه ما تقدم وما تأخر قد غفر له، ومع هذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الاستغفار. أكثروا من التوبة والاستغفار، ولا تملوا من ربكم ولا تحزنوا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين، وأخرجنا من الدنيا مستورين. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم تفاؤل، صباحكم توبة وذكر لله. وصلى على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.